قبل التمثيل كنت اصلا شغاله في الاعلانات صح؟ صح. ايه بقى؟ اشتغلت سنه ونص في الماركتينج، دعايه واعلام وكده. وبعدين انا ما كنتش عايزه ابقى فنانه، يعني انا كنت عايزه ادخل. شفت الاداء اصلا؟ عايزه فنانه. في نغمه في الصوت. ايوه. لا بجد ما كنتش، انا كنت عايزه اتجوز واقعد في البيت. اتجوز واقعد في البيت. وابويا وايه اللي غير الكلام ده؟ كنت تقعدي في البيت. ليه؟ لا ليه ده لو قلت في الاول كان يوم حلو وعسل علينا. يعني بابا عكس المتوقع. هو عايزني اعمل حاجه ضد اني اتجوز واقعد. ايه ده؟ يعني انا ربيتك وعلمتك وبتاع، تتجوزي تقعدي في البيت؟ لا ضد تماما. فجت لي فكره اني اقدم في برنامج بيقدم هواه. انا ما كنتش عايزه ابقى فنانه، انا كنت عايزه ادخل برنامج.